بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم كل خير، صباح الإيجابية وصباح التفاؤل اللي كل يوم نأكد عليهم، وبإذن الله إن شاء الله يكون هناك تفاؤل ويكون هناك إيجابية في حياتنا جميعا. دائما وأبدا شعارنا التفاؤل وشعارنا الإيجابية. نتمنى إن شاء الله هذا في برنامج فيضح من خلال حديثنا، من خلال ضيوفنا، من خلال أيضا المواضيع اللي نختارها لكم. صباح الخير يا حنين وصباح الإيجابية. صباح النور والسرور مشاعل، وصباح للسادة المشاهدين وما تابعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الصباحي واليومي برنامج فيضح. اليوم مشاعل خلينا نتكلم على موضوع جدا مهم، الإيجابية أكيد مهمة والصبر كذلك مهم. تفاصيل حياتنا دائما تكون مقترنة بالصبر اللي علينا التحلي فيه للوصول أكيد إلى أهدافنا أو لتيسير أمورنا. طبعا نقدر نقول بدءا مثلا من الدراسة، العمل والحياة العائلية والتعامل مع الأصدقاء كذلك والعامة من الناس. ورغم أن الإنسان نقدر نقول خلق عجولا يسعى أن يحصل أكيد على ما يريد بأقصى سرعة مهما كلفه ذلك، إلا أن شعور الانتصار وبلوغ الأهداف بعد الصبر له مذاق خاص. الصبر يعلمك دروس مجانية في الحكمة، في موازنة الأمور، معرفة الشخصيات كذلك، يجعلك أكثر تأملاً بالبشر وأكثر تحملاً للألم، ويخلق منك نقدر نقول شخصية قوية يصعب بالتأكيد هزيمتها. بما طبعاً أن الإنسان أصلاً مخلوق ضعيف مكون من أعصاب وأحاسيس، فحتماً سيصاب ببعض اللحظات اليائسة اللي يمكن تقلل من صبره، ممكن تزين حلول أخرى في عينه، ولكن قد يخسر الكثير إذ فقد صبره. ولا طبعاً محالة أنه رح يربح ما كان يصبو إليه، إذ ما طبعا تحلى، وإن كان ذلك متعبا يكلف الوقت الطويل. وأكثر انتصارات اللي هو الصبر. الصبر نقدر نقول هي تلك اللي تأتي بعد ظلم طويل تحديدا، طالما عانى الكثير ممكن من ظلم من حولهم، من قد للأسف أفراد عائلتهم أو مثلا من أصدقائهم أو حتى في وظائفهم، ولكن صبروا واحتسبوا أمرهم لله تعالى، لم يردهم أكيد الله خاسرين. لذلك أوصانا عز وجل بالصبر وبشرنا وبشر الصابرين أكيد. فالواحد دائما لابد أن يتحلى بالصبر، والحتمية التي طبعا تربينا عليها هي أننا وإن لم ننصف في الحياة الدنيا، فإن الله بالتأكيد رح ينصفنا في الآخرة وينصرنا على من ظلمنا وسيرضينا. وهذه طبعا القناعة اللي يجب أن تكون قاعدتنا في الحياة، أن نترك من آذانا وخذلنا للزمن، ونحتسب أمرنا لله عز وجل المطلع أكيد على الخفايا، وأن يكون لدينا إيمان كامل بأنه لن يتركنا وأنه سيأخذ حقنا، وأن ثمن كل هذا هو أكيد الصبر مشاعل. يعني الموضوع وايد ثقيل، وفعلا الصبر شيء عظيم، مش اي حد ممكن انه يصبر. الصبر دائما يقولون مفتاح الفرج، وفي ناس ما تقدر ان هي تتحمل الصبر ولا يؤتها الا ذو حظ عظيم. يعني الانسان اللي يقدر على الصبر اكيد هو له اخلاق معينه، له صفات معينه، له حكمه من التجارب اللي خاضها، ولكن للصبر حدود مثل ما قالت أم كلثوم، وأيضا تغنوا فيها الشعراء للصبر. الصبر مثل ما يقولون مفتاح الفرج. نعم. فأنت حين قلتي عن الصبر في أشياء وايد ما تخلينا نقدر نحن نتحمل أو نصبر. شكلك أنت خلاص صبرتي بما فيه الكفاية. فعلا شوفي الإنسان طبعا هي عبارة عن قوة انك تكونين صبوره، ونفس ما قلت يمكن الواحد يتعرض لمواقف عديده. لا ما انت عبرتيها، قلتي من قلبك خلاص. بس لا ان شاء الله الله طبعا يعني يلهمنا هذا الصبر، لانه فعلا الانسان يحتاج انه يكون صبور حتى في التربيه، في العائله، بين الافراد. يمكن انا في حديثي ذكرت مشاعل، يعني الصبر احنا نحتاجه في جميع امور حياتنا، في ابسط الامور وفي اكبر الامور، في العمل وحتى في العائله وحتى يعني في امور عديده. قياده السياره وانت تسوقين صح في الشارع. فالانسان لازم انه يكون صبور كثر ما يقدر. يعني الصبر فعلا دائما نحن نحاول ان احنا ناكد على نفسنا، تفرج تفرج، هدوا نفسكم، ودائما قولوا هالجمله ان
سوات يعني عادي. وهو ستمر. شوفي أساس كل شيء أنت تكونين متوكلة على الله سبحانه وتعالى، وكل شيء قاعدة تمرين فيه في حياتك أنت عارفة لازم أنه يكون إن شاء الله خير، لأن رب الخير ما يأتي إلا بخير أكيد. فأنت هذه الأمور ويقينك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى، فكل الأمور اللي راح تواجهينها إن شاء الله بتكون سهالات يعني. الله سبحانه وتعالى قال وبشر الصابرين، يعني بشرة للصبر، من بعد هذا الصبر أكيد في بشرة. نعم. فإحنا منتظرين البشرة إن شاء الله. إن شاء الله. دائماً تختار حنين مواضيعها بذكاء ما شاء الله، فاختارت اليوم الموضوع وهو موضوع الصبر، وإن شاء الله نحن نكون دائماً في صبر مثل ما الله سبحانه وتعالى قال لنا وبشر الصابرين، ونكون فعلاً من أهل البشارة اللي الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم. نعم. إن شاء الله موضوعنا اليوم مواضيع كثير متنوعة ومتعددة، وقبل ما نستقبل ضيوفنا في الاستديو معنا هذا التقرير عن دورة المشاريع الإعلامية بالمركز القطري للصحافة، نشوف هذا التقرير ونستقبل ضيفتنا. اكتب عندكم هذا السؤال، ما الفرق بين الفاعلية والكفاءة؟ أنا موجود الآن في المركز القطري للصحافة لتقديم دورة تدريبية بعنوان إدارة المشاريع في المؤسسات الإعلامية. طبعا هذه الدورة تختص بتدريب المتدربين على فكرة إدارة المشاريع وكيف يطبقون إدارة المشاريع، ابتداء من كتابة الخطة ووضع الرؤية والرسالة إلى انتهاء بالتنفيذ وتقييم الخطة الاستراتيجية في مجالات الإعلام المتعددة، سواء في الإعلام الرقمي والإعلام المرئي، حتى في الإذاعة والبودكاست، في جميع ما ينتج الإعلام في هذه التصانيف المتعددة. لذلك نقول هذه الدورة جاءت مهمة صراحة لمخاطبة المتدربين والعاملين في المؤسسات الإعلامية القطرية من أجل تطوير مهاراتهم في كتابة الخطة الاستراتيجية وإدارة المشروع الإعلامي بشكل فعال وبشكل جيد. متى تقول لزميلك فلان كفو في العمل، فلان ترى كفو بالعمل، يعني إنجاز، يستطيع أن ينجز؟ تبي تضيف كلمة مهارة؟ أنا عنده مع الإنجاز مهارة، ترى فيها فروقات، حيل فيها فروقات. ممتاز، تفضل. استفادة الدورة هذه مو بس في المؤسسة بشكل خاص، حتى اللي يدير بزنس، حتى اللي يدير مشروع خارجي، من إنتاج، من إدارة الكفاءات، فجداً الدورة كانت مفيدة بالنسبة لنا، شلون ندير الكفاءات وشلون نعرف فعالياتها في المؤسسة أو في البزنس. حياكم الله مشاهدينا، واكيد مستمرين معاكم في برنامج شوي ضحى، مواضيع عديده وكثيره وضيوف ان شاء الله راح ينورون استوديو برنامج شوي ضحى. تحدثنا عن المركز القطري للصحافه من خلال هذا التقرير، ونشيد امانه بدور المؤسسه القطريه للاعلام على الجهود المبذوله بشكل دائم وبشكل مستمر، والمراكز الاعلاميه الموجوده عندنا لاهتمامها اكيد الدائم والمستمر من خلال اكيد الاهتمام بجميع الفئات العمريه. واحنا اليوم قاعد نشوف مخرجات كثيره والله الحمد من قبل اكيد الشباب والشابات اللي شغوفين وحريصين على أن يكونون متواجدين في القطاع الإعلامي، فدور المؤسسة دور جدا كبير تشكر عليه أمانة. وجود مجموعة كبيرة من البرامج اللي تخدم هذه الفئة وتحث على الاهتمام بالجانب الإعلامي اللي حنشوفه والله الحمد لله دور جدا كبير أمانة في نقل الصورة، يعني في نقل الوقائع، في نقل الأخبار، في نقل الأحداث. فشكرا أكيد للمؤسسة القطرية للإعلام، وشكرا للمراكز اللي حريصة كل حرص على أنها تقدم كل ما هو جديد وكل ما هو مختلف. أكيد مواضيعنا راح تكون مختلفة ومتنوعة وعديدة، بدلشناها أكيد بالصبر وتحدثنا كذلك عن الجانب الإعلامي وتحديدا المركز القطري للصحافة. خلونا الحين ننتقل إلى موضوع آخر، وأكيد مع اقتراب انتهاء الإجازة الصيفية تكثر التساؤلات يمكن والمحاولات للتغلب على الكيلوات الزائدة في أجسامنا. طبعا يعود النظام الغذائي الأمثل
اللي يجب اتباعه إلى أذهاننا كأول ما يفسد متعة الاستمتاع نقدر نقول بالإجازة. فمن المعلوم أن روتين العودة إلى العمل أكيد من أصعب أصلا الأمور اللي تواجهنا بعد انقضاء الإجازة، والعودة أكيد إلى اتباع نظام مثلا النوم المبكر والاستيقاظ كذلك سواء للعمل أو حتى للدراسة. الصعوبة الكبرى تكمن في العودة إلى نظام الحمية الغذائية المتبع قبل الإجازة. اليوم راح نتحدث عن تأثير الرجيمات السريعة وما هي البدائل الغذائية الصحية اللي يمكن أن احنا نتبعها للوصول إلى أكيد الأهداف المنشودة، مع ضيفتنا الدكتورة عاشة الصقر أخصائية تغذية علاجية وسمنة. دكتورة عاشة حياك الله، حياكم الله بوجودك. خير، شخباركم؟ يا مرحبا دكتورة، يعني أنا وايد سعيدة أن حضرتك موجودة معنا. الله يسعدك. لسببين، أول شيء احنا وايد نحبك. حبيبتي أنا أكثر والله. والله يعني تلفزيون قطر يحب الدكتورة عايشة صقر، ودائما تشرفينا وتعطينا معلومات قيمة أكيد للمشاهد، وأكيد راح تفيدنا، يعني أنا واثقة من هالشيء. حبيبتي والله، وأنا بحب البرنامج لأنه دائما المواضيع المطروحة من المواضيع الساخنة. نعم. يعني اليوم الموضوع تاع الحلقة بصراحة من أكثر المواضيع اللي حاليا مطروحة. نعم. زيادة الوزن بعد الإجازة مباشرة. الله أكبر. كنا جايين بعدد من الكيلوغرامات لزيادة. نعم. وبعدين بداية الحلقة كان زي كأنها انترودكشن للموضوع. نعم. الصبر والإعلام. أيوة. أولاً الرجيم بده صبر شديد. نعم. وإن شاء الله إن الجنة بمشيئة رب العالمين. ثانياً الإعلام أكثر طريقة أو وسيلة من الوسائل اللي ممكن شوية تضبط المعنويات. ليش؟ لأنه عندك الميديا، الدعايات تاعت المطاعم، الدعايات تاعت المأكولات الحديثة، فبتلاقي إنه سبحان الله صدقاً الموضوع بده جلد، بده صبر. نعم. بده يعني تحمل حتى تبعد عن الطيبات. بالإضافة دكتورة على دور الإعلام، هناك أكيد لكل شيء الإيجابيات والسلبيات. طبعا. يعني حتى مع وجود الإعلام دور أن إحنا طبعا. أكيد نقلل من كثر المظاهر إحنا قاعد نشوفها، ويكون هناك وعي وتوعية بشكل دائم وبشكل مستمر. مع التطورات اللي احنا قاعد نشوفها ونشهدها بالعالم بكل شيء، يعني سواء في القطاع الطبي الصحي التعليمي، هناك تطورات كبيرة، وجود آليات وتقنيات باعتقاد مثلا المريض انه يقلل من وزنه، وجود الإجراءات الطبية العديدة والكثيرة. طيب احنا الحين شلون نبي ناخذ الجانب الصحي، الجانب اللي ما فيه آثار سلبية كثيرة. مع وجود الأوبر الحين اكيد الكل قاعد متجه لها في انقاص الوزن، وفعلا في نتائج، ولكن هناك آثار سلبية كذلك. احنا نبي ناخذ نتائج إيجابية دون آثار سلبية أو قليل من الآثار السلبية، ونعتمد أكيد على حميات غذائية تكون سليمة أكثر. يعني حتى اللي لجأوا إلى الأوبر أكيد ما راح يستمرون طول العمر عليها، لكن هي فترات معينة لهدف مثلا معين. صح. شوفي يا عزيزتي، هلا لازم التدرج في الحلول، يعني نعم. بمعنى اصح انا ما بصير انت المباشره للابر، ما بصير انت المباشره للحلول الجراحيه. علميا حتى لو كان في عندي زياده عاليه في الوزن فلا بد انه الشخص يبدا عن طريق الرجيمات. نعم. اوكي، بعض الناس راح يقول لك لا هذا اولد فاشن، والدكتوره شو بتحكي، الناس وصلت للذره وهي بتحكي عن الرجيم. صدقا افضل الطرق هي الطرق الطبيعيه. اوكي. نعم. الادويه لها سايد افكت، الناس اللي جربوا الابر الناس طايحه فيها حاليا كلهم بيعرفوا انه في بيصير عند المريض تقلبات في المزاج، بيعرفوا ايضا بشعور التخمه، ايضا شبه. بيعرفوا عن الحموضه العاليه اللي بتصير في في المعده. يعني في اعراض جانبيه. بعض المرضى بيجوا بيحكوا لك انا بدي علاج ما له سايد افكت. شوفي يا عزيزتي، بعض الادويه بالفعل ما لها سايد افكت، لكن تعتمد من مريض لمريض، اولا مختلف الحاله، ثانيا زي ما حكيت لك الجرع، يعني الجرع يجب ان تنظم عن طريق تحليل نسبه الدهون والعضلات والمي. لذلك بعض الاشخاص بحكي لك انا بدي اروح على الصيدليه اعطيني اسم العلاج الفلاني. نعم. انا بعطيك الاسم وانا بروح اجيبه من نفسي، او الطبيب بيعطيه الاسم وهو بيروح يجيبه من نفسه. لا، هو الموضوع مش يعني از بيس اوف كيك، يعني مش الموضوع بهالسهوله. اولا هو عباره عن نمط حياه متغير، ثانيا تركيب جسمك غير تركيب جسمي غير تركيب جسمها. ودكتورة هذا الشيء ما ينطبق فقط على الحبوب أو الأدوية اللي تأخذها الصيدلية، حتى بالأوبر، لأن في بعض الأمور ما يصير أن الواحد يأخذها، على سبيل المثال يعانون من الغدة على سبيل المثال، غير مسموح أن يأخذون هذه الأدوية. نعم. فلازم هناك مجموعة من القياسات، مجموعة من الشروط، حتى في اتباع الحمية الغذائية اللي هي طبيعية لابد أن يكون هناك مجموعة من الشروط، لأن في آثار سلبية كذلك في حال أن عدم الالتزام فيها. هلا عندنا بيكون عندنا عدة موانع. أولا العمر له دور، يعني معنى أصح الرجيم مناسب لأربع خمس سنوات غير مناسب لستين سنة على سبيل المثال. ثانيا النشاط الأكتيفيتي، هل أنت مثلا إنسان رياضي؟ هل أنت إنسان طبيعتك خامل أو أنت معظم شغلك على الكمبيوتر؟ ثالثا الحالة الصحية، يعني معنى أصح زي ما تفضلت قبل شوي، سواء رجيم
أو إبر أو حتى عمليات جراحية. مش كل الحالات بتناسبها هاي الحلول. صحيح. قد يكون مثلا شخص عنده مشاكل غدة درقية، قد يكون عنده التهاب في البنكرياس، قد يكون الشخص سليم لكن عنده تاريخ مرضي. لذلك هل إحنا صرنا نلجأ لإيش اسمه الحمية الجماعية، يعني بمعنى أصح حمية تكون مناسبة لجميع أفراد الأسرة. بالرغم من إنه عنا بالأسرة راح يكون مريض الضغط، راح يكون عنا مريض السكر، راح يكون عنا الهايبر أكتيفيتي، راح يكون عنا الإنسان الخامل اللي جالس في معظم الأوقات، فأنت بدك تلاقي حلول زي بحكوها وسطية بين الجميع. هلا دائما الحميات، لأنه السؤال دائما يطرح أسرع الحلول. أعطينا حل مثلاً. بالضبط، أعطينا حل سحري. شوفي في بعض الحميات حتى إحنا كأخصائيين وكدكاترة في المستشفيات بنلجأ لها، كمثلا شخص إنه يكون بده ينزل وزنه محتاجين مثلا 4-5 كيلو، انسي الأعراس. إحنا دائما الحريم عنا في المناسبات الفستان لازم يكون الشيرينج بالضبط فيت. لا، في بعض الحالات تستدعي إنه يكون عندي نزول سريع، زي مثلا إني أنا بدي أدخل مريض على عملية جراحية مثلا. حتى عمليات قص المعدة والعمليات الجراحية المختصة بالسمنة، بقول لك الجراح كل ما كان المريض أقرب وأقل نسبة دهون، خصوصا بسموها الفيزيرال فات أو دهون البطن، كل ما كان عندي المريض أأمن بالضبط إنه يدخل على تخدير ويتعرض لإجراءات جراحية. أنا دكتورة يعني أنا وايد يعني كلام مش قاعدة أستمع له بعناية. ليش؟ لأن في ناس تتبع حمية غذائية وتستخدم أدوية وتستخدم الإبر لحين طايحة في السوق، ولكن جسمها يجمع ماي. فشلون هني يكون يعني شلون انه يقدر يضعف بسرعه في نفس الوقت يفقد سوائل جسمه؟ شوفي هلا في نقطتين اساسيات الناس غايبه عنهم. النقطه الاولى اولا زي ما تفضلت المي، وهلا رح ندخل شوي بالاسهاب عنها، لانه عندنا تقريبا تقدر تحكي انه 90-80% من الحالات بيجي عندهم شيء بسموه الووتر ريتينشن او اللي هو احتباس الماء. هلا لازم نعرف انه تقريبا اجسامنا بالطبيعه اكثر من 70% من محتواها ماء. فبالتالي منطقيا حرق الدهون، عمليات الايض والهدم كلياتها بتتم في تقريبا وسط مائي. فبالتالي اول شيء رح يتاثر في تنزيل الوزن إذا كان في عندي مشكلة في احتباس الماء، هو زي ما حكيت لك الاستجابة للرجيمات، سواء كان رجيم أو أدوية أو حتى عمليات. أوكي؟ فالنقطة الأساسية لازم أحل مشكلة احتباس السوائل. بعض الناس بتصبح بيحكونا إحنا بدنا أدوية زي ما بحكوها تخريج السوائل أو بسموها المدرة للبول. مظبوط، هاي الأدوية موجودة ومفيدة في كثير من الحالات، لكن لازم نكون حريصين. ليش؟ أنا بتعمل هبوط في الضغط. فبالتالي إنسان عنده ارتفاع في الضغط مناسبة له، إنسان ميال ضغطه للهبوط معناها مش مناسبة له. هذا الحل الأول. الحل الآخر إنه احتباس السوائل مش دائما بيكون سبب مرضي، يعني قد يكون مثلا مشاكل في القلب، مشاكل في الكلى. أوكي، لكن قد يكون الإنسان تعملي له كل فحوصاته يكون سليمة ومع ذلك الجهاز بيعطينا احتباس عالي. الأسباب، السبب الأول شرب القهوة على الريق، أو بمعنى أصح شرب الكافيين. يعني أنا أول ما ببدأ يومي فنجان القهوة وأنا رايح على الشغل، القهوة بتكون عندي بالسيارة بشربها وأنا طالع على طريق، هيسوي احتباس السوائل. هذا أول عامل بيزيد الاحتباس في السوائل. سمعتوا أصحاب الكافيين؟ أصحاب القهوة ابتعدوا 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 عن القهوة خصوصا على الريق. الحل الثاني إني أنا أنظم شرب الماء عن طريق إني أنا أشرب جلاسين ماي على الريق. طبعا علميا معروف إنه حتى ترجع الكلى لعملها، الأمعاء لعمله، وآخر دراسات أثبتت إنه حتى مستوى الكوليسترول، حتى مستوى تراكم السكر. إذا أنا ببدأ يومي تقريبا بكوبين، نحكي تقريبا 500 ml، يعني جلاسين مي كبار، وكل ما كان أدفى كل ما كان أحسن. أنا بتسد الشهية وزي ما حكيت لك بتساعد على أنها تتخلص من دهون البطن. كوبين يوميا على الريق. أوكي، بعد ساعة خلص الجسم غطى نقطة الديهايدريشن أو نقطة الجفاف الموجودة عنده، فبالتالي هو لما يتقبل الكافيين أو يتقبل الفطور ما راح ياخذ المواد الضارة على طول ويحتبسها فيه. صحيح. فبالتالي بعد ساعة باخذ وجبة الإفطار. خلال اليوم لازم يكون تقريبا عندي من 2-4 لتر. اخر ريكومنديشن 4 لتر. هذيك مره يعني اكثر من مره بيجوني حريم انه دكتوره ايش تقولي انت يعني 4 لتر بنقضيها جلكم والله في الحمامات. ما عليه، نعطيكم طريقه اخرى وجدا بسيطه. ليش؟ لانه من شخص لشخص الحاجه بتختلف للماء. اجلكم الله بنراقب لون البول. لما يصير عندي لون البول بسموه كلرلس، يعني بلا لون، معناها كفاية. سواء كانت أنت كفايتك لتر ونص لترين، لأنه بعض الناس بتعرقوا كتير، بعض الناس طبيعة أغذيتهم فيها نسبة ملح أو سكر عالي، بيزيد الاحتباس بزيادة، فبالتالي محتاجين ماء أكثر.
فضروري أنا خلال اليوم ممكن نوزعهم بطريقة جدا بسيطة، جلاسين مي قبل كل وجبة. ممتاز. ليه؟ لأنه حتى تطلع الإشارة من المعدة للدماغ إنه أنت شبعانة، يبي لها تقريبا ربع ساعة لثلث ساعة. يعني 6 جلاسات. بالضبط 6 جلاسات، وعندك جلاسين الصبح، هاي 8 جلاسات، يعني إحنا بنحكي almost على 2 لتر. معظم الحالات بتكون كفاية لهم. مجرد ما نبدأ في العلاج بالماء بتلاحظ معدل الحرق على طول زاد عندي في الجهاز. نعم. هاي النقطة جدا جدا مهمة بالنسبة لموضوع الماء. طبعا دكتورة، يمكن قاعد نتكلم عن الحميات وقلتي يفضل اختيار حمية مناسبة لجميع أفراد العائلة، هناك أنواع عديدة وكثيرة من الحميات. لو نتكلم عن الحمية اللي تابعة لنوع الدم وفصيلة الدم تحديدا ونوعية الأطعمة اللي تناسب كل فصيلة. شوفي يا عزيزتي، هلأ الناس بيعتقدوا أنه هي عبارة عن كتاب فصيلة الدم A هاي المكونات تاعت الغذاء، فصيلة الدم B هاي المكونات تاعت الغذاء. يعني الأنسب لهم. بالضبط. يعني هذا النوع من الحميات لازم الشخص ياخذ عينة من دمه. نعم. أوكي. وطبعا الفحص موجود في أماكن جدا محددة، مش موجودة في عند جميع المختبرات أو جميع الأماكن الطبية. بياخذ عينة بيشوفوا مقدار التخثر، يعني الدم مثلا أخذ هذا المريض أخذنا دمه وصار عندك فحص لأن أنواع البروتين الموجودة زي ما حكيت لك في معظم انواع الاغذيه. نعم. عندنا تقريبا هذا الفحص بيطلع لنا تقريبا ل 300 ماده غذائيه. نعم. طبعا في فحوصات اخرى فقط ل 20 ماده غذائيه. لا، احنا بنحكي بناخذ العينه الاكبر اللي هي تقريبا ل 300 ماده غذائيه، نقسم الغذاء لثلاث انواع. نعم. الكاتيجوري الحمراء، البرتقاليه والخضراء. خضراء يعني معناها انت بتاكل كميه كبيره من غير ما جهاز المناعه يصدر عندك اي بسموها اميوني بودي او اجسام مضادة، فبالتالي بتعامل مع المادة الغذائية كمادة صديقة وليست عدوة. نعم. البرتقالي يعنيها معناها متعادل، الأحمر معناها إنه هاي المادة بتأثر سلبياً على الجسم. إيش معنى سلبياً؟ سلبياً قد تزيد الوزن، قد تزيد تساقط الشعر، قد تسبب مثلاً الربو، قد تسبب مثلاً حساسية، الأمراض الجلدية اللي إحنا بنسمع عنها كتير، هاي اللي هي الصدفية والأمراض اللي لها علاقة بالمناعة، الثعلبة وغيرها من الأمراض إلها أيضاً علاقة في فحص حساسية الغذاء. نعم. فالفحص أنا جداً على فكرة مؤيدة إله، لكن التكلفة بتاعته إلى حد ما شوي مكلفة، فبالتالي أنا ما بلجأ له إلا إذا مثلاً مريضي مشى على حمية معينة لكن ما استجاب. نعم. فبالتالي أنا بلجأ لهذا النوع من الحمية. دكتورة، حضرتك ذكرتي أن 2 لتر كافي جداً لأي إنسان أنه ممكن يعني يحافظ على جسمه. نعم. طبعا زميلتنا العزيزة حنان العمادي سبق جزاها الله خير وقالت هالشيء، قالت قبل كل صلاة حطوا لكم قرشتين صغار ماي واشربوهم. يعني هاي ممكن يؤدي لنا تصير 2 لتر. طيب أيضا ذكرتي أن شرب الكافيين على الريق ممكن يسبب إلى احتباس السوائل في الجسم. نعم. أيضا هناك أصحاب يعني الناس اللي يأكلون التوابل، الحمضيات، المشروبات الحمضية، أيضا هذا يسبب إلى احتباس السوائل في الجسم. هذا جدا جدا سؤال مهم يا عزيزتي. ليش؟ لأنه الملح، السكر بسبب الاحتباس، الشاي، القهوة، الكرك، الكافيين إن جنرال بسبب الاحتباس. نعم. لكن الليمون ما بسبب الاحتباس. أي نعم. أوكي. البهارات لا تسبب الاحتباس. الخل لا يسبب الاحتباس، بالعكس بزود عندك معدل الحرق في المعدة. يعني حلو. طبعا ممتاز. زي ما حكيت لك بعض الاشخاص بيحكوا لك انه البهارات مع الاكل الصحي ما بتتماشى. لا، بتتماشى، وزياده انه بتعطيكي بعض الفوائد زي مثلا عندك الكمون بيعالج فقر الدم، عندك الدرسين بيزود الحرق. حلو. يعني الاشخاص اللي عندهم حرق بطيء وبدهم ينزلوا اوزانهم، من الوصفات جدا جدا سريعه جلاس درسين بعد وجبه الغداء مباشره. درسين بعد وجبة الغداء. نعم. مشاهدين الوصفة قالتها لكم، درسين بعد وجبة الغداء. نعم نعم. خلاص احنا من اليوم راح درسين. نعم. واعطيكم برنامج هيك سريع سريع سريع. يلا زين. تقريبا 7 تمرات موزعة، انه وجبة الافطار 7 تمرات صغيرة مع كوب روب، ونفسها على الغداء ونفسها على العشاء. هذا تقريبا بنزل لك من 3 ل5 كيلو خلال تقريبا اسبوع لاسبوعين. احنا ما بننصح ان نستمر اكثر، لكن هاي من الوصفات السريعه اللي عندهم مناسبه. دائما دكتوره عايشه ما شاء الله دائما تعطينا وصفات حلوه، فنتمنى ان احنا نكون يعني اعطينا المشاهد الفائده باذن الله. دكتوره عايشه صقر، اخصائيه تغذيه علاجيه وسمنه، شكرا، جزاك الله خير، الله ينفع بك ان شاء الله. حبيبتي الله يجزيك الخير ويبارك فيك، وسعيده جدا بوجودي معك. احنا كذلك. جزاك الله. شكرا دكتوره، يعطيك العافيه. اذا مشاهدينا اكيد احنا مستمرين معاكم، موضوع جدا مهم، كثير من تساؤلات، كثير من التطورات الطبية، ولكن الواحد لازم يتابع ويروح أكيد للأشخاص المعنيين والمختصين والدكاترة لمتابعة واختيار الشيء الأنسب له في
طبعا انقاص الوزن، واهم من هذا كله قبل ما ننقص الوزن الواحد لازم يهتم بصحته النفسيه والجسديه. صح. ويتابع اذا كان هناك اي مشكله لا سمح الله لازم يعالج المشكله اول شيء، بعدين يلجا الى مثلا الاهتمام اكيد بالجانب المظهر الخارجي. الاهتمام بالمظهر الخارجي جدا مهم، ولكن اول الاولويات الصحه، من بعدها نرجع نهتم بصحتنا. مواضيع عديده راح تكون بانتظارنا، وراح يكون تسليط الضوء على جانب القراءه والتعليم ان شاء الله في حلقتنا لهذا اليوم. راح يكون عندنا تقرير متعلق بهذا الجانب، واكيد راح يكون عندنا ضيف راح نتكلم اكيد عن موضوع القراءه والاهتمام بالقراءه والاهتمام بالتعليم لابنائنا وبناتنا. بدايه خلونا نشوف تقرير مخيم القراءه الصيفي الثاني اللي طبعا نظمه ادب الطفل، ومن بعدها راح نرجع ونكمل معاكم ان شاء الله. الفكرة من هذا المخيم أن تكون القراءة جزء من حياة الطفل، ونحن في موسم الصيف مع هذه الإجازات لابد أن تكون القراءة جزءا من حياته. لذلك في هذا الموسم لم نتوقف فقط عند الورش التدريبية، ولكن هناك أضيفت هناك مسابقة ستكون للأطفال بحيث يقومون هم بالمخيم من داخل البيت. هذا المخيم يحقق رؤية الوزارة إرث وتأثير وأثر من خلال عنوان المخيم القراءة عبر العصور. طبعا البرنامج أو المخيم هذا يوسع مدارك الأطفال من خلال قراءة القصص والكتب من العصر الحجري إلى عصرنا هذا. المشاهدين، أقيمت فعاليات المكتبة المتنقلة على مدار أسبوع برعاية إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، وبالشراكة مع إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، طبعا لأهمية تمكين وصقل مواهب الشباب واكتشاف وتنمية القدرات والمهارات الخاصة لديهم، وأيضا مساعدتهم على صقل المواهب المخزونة داخلهم. راح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع. يسعدنا من خلال هذا الاتصال الهاتفي أن نستضيف السيدة مها يوسف بهلول، خبير مصادر تعلم. صباح الخير وحياك الله معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. صباحكم الله بالخير وعلى السادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة في البرنامج. يا مرحبا، حياك الله أختي مها. أختي مها، موضوع جدا مهم راح نطرحها للسادة المشاهدين، فأهمية المكتبة المتنقلة. إحنا نعرفنا المكتبة ثابتة، فأنتوا حطيتوا مكتبة متنقلة في تشجيع القراءة للشباب، فلو تقولي لنا عن هذه المكتبة. نعم، بخصوص الحديث عن أهمية المكتبة المتنقلة في تشجيع الشباب على القراءة، تأتي أهميتها بأنها تحفز حب القراءة عند الشباب من خلال توفير بيئة مشوقة لاستكشاف الكتب المختلفة. نعم. فهي تعزز الإبداع وتغذي الخيال وتشجع على التفكير الإبداعي، أيضا تشجع الاستمرارية وتعزز عادات القراءة وتجعله نشاط مستمر من خلال بيئة مختلفة ومشوقة أكثر. نعم. استاذه مها، وش يعطيكم العافيه على الجهود اللي قاعد تقدمونها. احنا قاعد نتكلم عن هذه المكتبه المتنقله واللي لها دور جدا امانه كبير في تشجيع ابنائنا الطلاب على اكيد القراءه والاهتمام بهذا الجانب. لو نتحدث على اهم الكتب والمجلات اللي تحتويها هذه المكتبه المتنقله. تحتوي المكتبه المتنقله على مجموعه متنوعه من الكتب، تشمل مجالات عديده مثل الادب، العلوم، التاريخ، إضافة تحتوي أيضاً على قصص للأطفال وموجهة أيضاً للشباب. أيضاً تحتوي على موارد رقمية تعليمية تعزز من التجربة التعليمية وتلبي اهتمامات مختلفة الفئات العمرية، فهي مكتبة متنوعة ما بين كتب وموارد رقمية. نعم.
اختي مها، شلون تشوفون الإقبال على نوعية هذه المكتبة؟ مكتبة متنقلة ومتاحة للجميع، وتسهلون لعيالنا الطلاب أو للقراء اللي حابين أنهم يعني يدعمون أو يعززون عندهم القراءة والثقافة، شلون شايفة الإقبال؟ نعم، الإقبال على هذا المكتبة المتنقلة كبير جدا، بما أنها يعني فكرة خارج الصندوق، فهي توفر بيئة ملهمة وجذابة تجمع فيها أنشطة ثقافية وذهنية وتطبيقية. فمن خلال الانطلاقة التمهيدية الأولى كان فيها مارس إلى الانطلاق الفعلي والتدشين الفعلي، ثم الزيارات للمدارس والمعسكرات الصيفية، أدى إلى أن هناك إقبال كبير من المدارس والطلاب على هذه المكتبة. نعم، جميل أن نشوف هذا الإقبال الكبير ونشوف اهتمامكم الكبير كذلك. يعني لو نتكلم يمكن أغلبية الجهات والشركات والمراكز والمؤسسات اهتمت أن يقدمون مجموعة من النشاطات الصيفية اهتماما بأبنائنا وبناتنا أكيد، وحثهم أكيد على جوانب عديدة وكثيرة، القراءة، الرياضة، الثقافة. يعني أغلب الجهات حرصت كل الحرص أن تقدم لأبنائنا مجموعة متنوعة ومختلفة من النشاطات والفعاليات. لو نتكلم على أبرز الفعاليات وأنشطة المعسكر الصيفي إن شاء الله. أبرز الفعاليات اللي دخلت فيها المكتبة المتنقلة، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عدة برامج وفعاليات قرائية هذا الصيف، منها مسابقة الأنشطة الصيفية، فهي تجربة تعليمية ممتعة يقوم فيها الطالب بتطبيق عملي لما تعلمه من قراءة كتاب من خلال تنمية مهارات حركية وإبداعية، ينفذ فيها أشغال يدوية بيئية رياضية وغيرها مستوحاة من داخل المكتبة المفتوحة على نظام موقع المكتبة الإلكترونية. أيضا بالإضافة إلى أن هناك مسابقة صيف القراءة، تحدي صيفي يساهم في نشر ثقافة القراءة، يجمع بين المتعة والفائدة، يقوم فيه الطالب بقراءة أكبر عدد ممكن من الكتب المتنوعة، بالإضافة أيضا إلى المكتبة المتنقلة. بس لو تشرحين أكثر للمشاهدين معنات المكتبة المتنقلة، هل هي سيارة فيها كتب وتروح لمكان الطلاب أو باص، أو يعني لو توضحين للسادة المشاهدين؟ نعم، المكتبة المتنقلة هي عبارة عن حافلة مكونة من طابقين تحتوي على أنشطة متنوعة. ممتاز. تشمل أركان متنوعة أيضا، ذهنية، أنشطة ثقافية رقمية، أنشطة تطبيقية لمواضيع القصص، تضم مجموعة من المصادر المتنوعة لمختلف الفئات العمرية. نعم أستاذة، ما ذكرتي هي تستهدف جميع الفئات العمرية، كان لكم توجه كذلك للمدارس وكان هناك إقبال كبير ولله الحمد. الأولياء الأمور مثلا قاعد يتابعون الحين وحابين أن يخوضون هذه التجربة مع أبنائهم، يعني مو شرط أن يكون في المدرسة تحديدا، هل هناك آلية للتواصل معكم؟ هل هناك مثلا طريقة معينة أن يكون توسع لخدمة نقدر نقول المكتبة المتنقلة، ولا هي مثلا لشروط معينة وأوقات معينة وفترة معينة؟ المكتبة المتنقلة هناك جدول لزيارات المكتبة المتنقلة، بحيث مع بداية العام الأكاديمي هناك جدول لزيارة العديد من المدارس. نعم. أيضا هناك جدول لزيارة الأماكن العامة، يعني عندنا في فترة الصيف تم زيارة أماكن عديدة في الدولة كالمتاحف مثل متحف الفن الإسلامي، متحف قطر الوطني، الحي الثقافي كتارة وكرنش الدوحة، وهناك أيضا خطط لزيادة الأماكن العامة. نعم. والإعلان عنها أكيد للجمهور. نعم. وأولياء الأمور. يعني أستاذة ما نقدر نقول تمشون على خطة وآلية معينة، ولكن أكيد. نعم. إن شاء الله على المدى القريب والمستقبل إن شاء الله يكون هناك أكيد تطورات، وهذا شيء طبيعي في كل نجاح لأي أمر إحنا نشوفه ونشهده. الأستاذة مها يوسف بهلول خبير مصادر التعلم، شكرا لك، شكرا لوقتك معنا ويعطيك ألف عافية. يعني أفكار جديدة وإبداعات جديدة إحنا دائما نشهدها والله الحمد في جميع القطاعات والجوانب. شيء جميل طبعا، نحن نساعد على القراءة، وحتى إن كانت مكتبة متنقلة أكيد تعزز القراءة والثقافة للعامة وتحديدا لطلابنا. ما زلنا معكم مشاهدينا، نطلع هذا الفاصل ونرجع لكم بإذن الله.
وهنا بسمع عودناكم مشاهدينا حريصين كل الحرص من برنامج شوية ضحى ناخذكم في جولات مختلفة ومتنوعة من القطاع الثقافي الفني الترفيهي التعليمي الرياضي وصولا الحين راح نتحدث على الجانب الطبي. أغسطس هو طبعا شهر التوعية بسرطان الدم، وخلال هذا الشهر تعمل مؤسسة حمد الطبية على رفع مستوى الوعي وتكثيف أكيد الجهود لمحاربة كافة أنواع الأمراض والأوبئة، والأهم من هذا تثقيف الجمهور حول عوامل خطر الإصابة. وفي شهر أغسطس من كل عام تتكاتف الجهود لتسليط الضوء على سرطان الدم تحديدا ونشر التوعية بأهمية الكشف المبكر وتقديم النصائح التوعوية وعلامات التحذير وأهمية أكيد الوقاية، كما تشجيع الأشخاص أكيد على الخضوع للاختبار والفحص وأكيد تبني أسلوب حياة صحي لتقليل المخاطر. اليوم معنا في الاستوديو البروفيسور هنار شريف رئيس أكيد قسم الأمراض أمراض الدم وزراعة النخاع في مؤسسة حمد الطبية. بروفيسور هنار حياك الله معنا وشاكرين أكيد وجودك. يعني إحنا قاعد نتكلم على موضوع جدا مهم في زمن وللأسف انتشرت فيه أكيد الأمراض والأوبئة، فالكل يمكن حريص كل الحرص على أنه يهتم بصحته. قد تكون في أمراض كثيرة تتشابه في الأعراض بروفيسور، والواحد يشعر في تخوف وفي قلق نظراً اللي إحنا قاعد نشوفه. السرطانات الله يشفينا أكيد ويشفي مرضى المسلمين ويبعد هذه الأمراض عنا، ولكن الواحد لابد إنه يكون هناك على دراية وعلى وعي وعلى معرفة بأهم الأعراض اللي إحنا قاعد نشوفها، والواحد شلون يقي نفسه ويحمي نفسه. وما تقصر أكيد المؤسسات الموجودة عندنا ومؤسسة حمد تحديدا بأنها تقدم وعي وتوعية بشكل دائم وبشكل مستمر لمرض السرطان بجميع أنواعه والأمراض الأخرى. ولكن بداية خلينا نتحدث عن شهر أغسطس وتحديدا مرض سرطان الدم. شكرا جزيلا، صباح الخير وشكرا على الاستضافة. يا مرحبا، نتشرف بوجودي معكم. التقويم العالمي للسرطان والتقويم الوطني للسرطان اختاروا شهر كامل شهر أغسطس كشهر للتوعية عن سرطان الدم، والاسم صحيح هو سرطانات الدم راح نتكلم عليها. نعم. إن شاء الله. وسبب هذا الاهتمام هو شطرين. الشطر الأول سرطانات الدم أمراض مهمة جدا، أمراض خطيرة، سرطانات قابلة للشفاء، قابلة للعلاج في اكتشافها في وقت مبكر. والشطر الثاني هو الحاجة الماسة للتوعية، التوعية عن أمراض الدم، سرطانات الدم، بالمجتمع، بالوسائل التواصل الاجتماعي، بالميديا نسمع كثيراً عن أمراض القلب، نسمع كثيراً عن سرطان القولون، البروستات، الثدي، بس من تجي المرض سرطانات الدم المعلومات قليلة، معلومات مبهمة، صعب استيعابها، وهذا يولد نوع من القلق والخوف عند الناس وعند المرضى، عند أهالي المرضى. قلة المعرفة يولد الكثير من القلق، فهاي التوعية نشوفها ضرورية جدا لكل فئات المجتمع عمود يعرفون عن هذا المجموعة من المرض. نعم بروفيسور، حضرتك يعني تطرقت النقطة وايد مهمة، أن فعلا مش أي حد ممكن يعرف عن والعياذ بالله سرطان الدم. طيب إيش هي العوامل المسببة لهذا المرض؟ يعني خل بعد المشاهدين يعرفون. نعم، هو كمرض كمجموعة من الأمراض ما عندنا ربط مباشر لعوامل خطورة تربط عامل معين مع سرطانات الدم. عندنا سرطان الرئة نقول التدخين وما شابه ذلك، وسرطان المعدة عندنا شغلات معينة، بس لسرطان الدم نعرف إنه ماكو خطورة مباشرة، بس نفس الوقت أكو خطورات، عوامل خطورة بطريقة غير مباشرة يزيد خطورة الإصابة بسرطانات الدم. ومن هذا نقدر نقول التعرض للإشعاع، تعرض للمواد الكيميائية السامة مثل يعني أكو معامل، أكو يستعملون مواد سامة في التنظيف، مواد كيميائية خطيرة. إذا الواحد ما يوقي نفسه من هذه المواد في البناء أو في المعامل ممكن يزيد خطورة السرطان. نعم. التعرض للإشعاع سواء كإشعاع لعلاج مرض سابق أو الإشعاع الموجود في الحروف في الأماكن الأخرى. الحياة، نمط الحياة الغير سوي، غير صحي يزيد خطورة كل السرطانات من ضمنها سرطانات الدم. يعني التدخين، السمنة، الأكل المفرط، الأكل الغلط، كلها تساعد في أنه الجسم يقوم يصير متقبل ويزيد الخطورة لسرطان الدم. بس كعامل مباشر غير معروف لحد الآن لماذا يسبب بروفيسور، هل الجانب الوراثي يلعب دور كذلك يعني في سرطانات الدم؟ نعم، كقابلية للسرطان كل السرطانات ممكن يكون عامل وراثي في العائلة أو في المجتمع.
بس كسرطان دم الأغلبية الكبرى من سرطانات الدم ليست وراثية. يعني الأب لا ما يورث الأطفال مثلاً، وواحد ما يورث سرطان الدم من أهالي وهكذا. بس أكو قابليات، أكو عوائل عندهم تقبل للسرطان الفلاني والسرطان الفلاني. هو أنواع سرطان الدم تقريباً ثلاثة أنواع بروفيسور، يمكن نتكلم نقدر عنهم. إيه هو مجموعة كبيرة من الأمراض، ليس من نقول سرطان الدم نقول سرطانات الدم. وهذا يسوي شوية إبهام صعوبة للناس لتفهمها. أدنى أمراض سريعة النمو حادة جداً تتطلب الواحد يدخل المستشفى بأسرع وقت ممكن، يستلم علاج كيميائي مكثف لإنقاذ حياته والتغلب على المرض. وعندنا أمراض مزمنة بطيئة النمو ممكن علاجها بحبوب بالبيت، والمريض ما يحتاج يدخل المستشفى، ما يحتاج يصير عنده مضاعفات كثيرة. فهو سبيكترم كبير من أمراض الحادة والمزمنة، بس نقدر نقسمها حسب الخلايا، خلايا الدم، خلايا النخاع اللي صايرة سرطانية لعدة أنواع وعدة أصناف. ممكن ما نقدر بالتفصيل نتكلم عنها لضيق الوقت، بس أكو سرطان الدم اليوكيميا الحادة والمزمنة، أكو سرطانات تطلع من خلايا النخاع، سرطان المايلوما اللي تؤدي أكثر العظام ونخاع العظام، وعندنا سرطان العقد الليمفاوية اللي هي معروفة عند الناس، تضخم العقد الليمفاوية سببها سرطان ويحتاج علاج كيميائي. نعم. طيب يعني مؤسسة حمد الطبية يعني ما شاء الله يعني ما قصروا إن هم الدعوة للجمهور في أعمار معينة للكشف عن سرطان الثدي المبكر، عن سرطان الأمعاء، عن سرطان الرحم. هل هناك في مؤسسة حمد الطبية هل هناك أيضا أعمار معينة للكشف المبكر عن سرطان الدم؟ حاليا لا يوجد. هذا السؤال مختصر، وسببها يعني لأن مثل ما قلنا هو مو مرض واحد، إنما عشرات الأمراض تحت طاقم أو سرطانات الدم. فإذا نسوي تحاليل لازم دقيقة ومعقدة جدا، وليس من السرطانات الشائعة جدا في المجتمع. ومع ذلك اكو ما ليس لدينا تحليل دقيق حاليا، العلم ما توصل انه عن خلال فحص بالدم او فحص بالاشعه او شيء مشابه نلقي الخطوره لتعرض لامراض الدم. احنا بالمستقبل توصل لهذه المرحله، بس حاليا ما موجود. احنا بروفيسور اثناء حديثنا قاعد نشوف مجموعه من اللقطات على الشاشه، مدى اهميه اكيد الكشف المبكر، ومتى يجب على الشخص اكيد مراجعه الطبيب؟ اي نعم، هذه واحده من البوثات اللي عملناها في مدخل المركز الوطني لابحاث وعلاج السرطان مستشفى امل، واحده من عده فعاليات قمنا بالتعاون بين وزاره الصحه، مؤسسات الصحه، وجمعيه قطر، الجمعيه القطريه للسرطان. هاي البوث نستقبل بين الناس المرضى، اهالي المرضى والناس العاديين، نجاوب على الأسئلة، يعني شنو أعراض المرض، شلون يتم اكتشافها بسرعة، شنو مضاعفات المرض، شنو إمكانيات العلاج من المرض. ونسلط الضوء نفس الوقت على الناجين من المرض، اللي ماخذين علاج وناجين من المرض، قصص نجاح نقدر نقول، قصص نجاح ينطي أمل للشخص الآخر المرضى. يعني يمكن بروفيسور هني جهود وزارة الصحة والتعاون مع المؤسسات الرعاية الصحية الكثيرة احنا نشوفها في دولة قطر. والشق الثاني من السؤال اللي هو كان مدى أهمية الكشف المبكر، ومتى الشخص لابد انه يكون متابع مع دكتور؟ مثل ما قلنا هو سرطان الدم، سرطانات الدم هو سرطان بالدم في نخاع العظم، فالأعراض اللي تجي للمريض تجي من قصور في الدم، يعني كوا في كريات الدم البيض، كريات الدم الحمر، صفائح الدم. فالمريض عادة يشتكي من تعب وإرهاق شديد متزايد بسبب فقر الدم، ممكن يشتكي من التهابات بكتيرية متكررة، يتعالج من التهاب بكتيري ويصيب ثاني وثالث ورابع، ممكن يصيب يشتكي من كدمات، نزف تحت الجلد، في الأنف، في الفم، كسبب كأعراض لنقص الصفائح. وجزء كبير من سرطانات الدم تسبب فقدان للشهية وفقدان سريع للوزن. فإحنا بهاي التوعية نقول إذا واحد عنده أعراض، الأمراض الدم عادة تسوي أعراض، نادر ما جدا تجي بدون أعراض. عنده أعراض مشابهة لهذا القبيل، سهل جدا واحد يراجع مراكز الرعاية الصحية الأولية، أكو كفاءات، أكو مختبرات متطورة، يفحصون الدم، يسوون تحاليل أولية، إذا أكو أي شك إنه أكو سرطان في الدم أو أي مرض بالدم يحولون المريض للمركز الوطني للعلاج وسرطان الدم، ونسوي تحاليل المطلوبة
وعادة خاصة في الحالات الحادة خلال أيام قليلة نصل للنتيجة الدقيقة ونبدأ العلاج. نعم. بما أن حضرتك بروفيسور ورئيس قسم أمراض الدم وزراعة النخاع بمؤسسة حمد الطبية، يقول لك درهم وقاية خير من قنطار علاج. نعم نعم. إنسان، أي إنسان عادي يسوي تشيك أب كامل على صحته كل سنة، فهل يعتبر هالشيء كافي أنه يعني يضمن أنه ما راح يصاب مستقبليا بأمراض الدم؟ كافي 100% نقدر نقول ما يكفي لأي نوع من أنواع السرطان، لأن تعرفين جسم الإنسان متقلب متأثر للجينات للأجواء للحياة اللي يعيش بها نمط الحياة اللي يعيش بها، بس العناية بصحته نمط الحياة الصحي السليم يساعد الكنترول خاصة في الأعمار الكبيرة، يساعد إلى اكتشاف الأمراض المزمنة من ضمنها السرطانات المزمنة في الدم. مثل ما قلت ما عندنا تحليل دقيق للوقاية من المرض، ولكن المعرفة بأعراض المرض ومضاعفات المرض والاهتمام بالصحة بصورة عامة يوصلنا إلى 90% من الوقاية. نعم نعم. بروفيسور، يعني أول ما يصيب هذا المرض نقدر نقول هو يصيب النخاع العظمي؟ نعم. النخاع العظم هو مصنع الدم. نعم. وهناك كل كريات الدم تتصنع، فمنبع سرطانات الدم معظمها تنتهي من نخاع العظم. نعم. احنا نقدر نقول بروفيسور هونار كلمة توجهها للي يتابعونا، طبعا هو الأمراض لا تصيب فئة معينة، يمكن في بعض الأحيان تصيب نسب معينة في حال كبر العمر، عوامل الحالات الصحية، ولكن في سرطانات الدم هل هي مثلا تصيب فئة أكثر من غيرها من ناحية العمر ولا هو؟ العمر قلتيها مهم جدا، صحيح. نعم. كلامك. نعم. اللي هي سرطانات الدم ممكن تصير في أي عمر من أعمار، لأن هي أمراض كثيرة متعددة، ممكن تصيب الأطفال، ممكن تصيب الكبار بالعمر. الجزء الأكبر من سرطانات الدم تصير بالأعمار الكبيرة. نعم. يعني تعتبر من أمراض الشيخوخة وأمراض الكبر. لحسن الحظ مجتمعاتنا مجتمعات فتية شابة، معدل الأعمار عندنا إذا نقارنا ويا أمريكا ويا أوروبا معدلات الأعمار عندنا أقل بكثير، لهسبب عدد سرطانات الدم كعدد. نعم. بالنسبة للشعوب أقل من بلدان أخرى. نعم. بس العمر هو من العوامل المؤثرة الأساسية. نعم. نعم. البروفيسور هنار الشريف رئيس قسم أمراض الدم وزراعة النخاع في مؤسسة حمد الطبية، شكرا لك، شكرا لوقتك، شكرا للمعلومات اللي قدمتوها. لا. ويعطيكم العافية أكيد على الجهود المبذولة من قبل مؤسسة حمد الطبية اللي تحرص كل الحرص على أن هناك يكون وعي وتوعية بشكل دائم وبشكل مستمر. شكرا دكتور. الله يخليكم، شكرا جزيلا. يعني فعلا الوقاية خير من العلاج، ومثل ما قال الدكتور يعني إذا في شعور بالتعب أو غيره لا قدر الله بعيد الشر عنكم يا رب دائما، فلازم نحن نراجع الدكتور وإن شاء الله يعني ما يكون شيء كبير وما يتطور أنه يكون سرطان. فإحنا مستمرين معكم مشاهدينا نشوف هذه النصائح عن مخاطر الألعاب الإلكترونية. يعني مستمرين معكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله مستمتعين في حلقتنا لهذا اليوم، حريصين كل حرص أنها تكون مختلفة ومتنوعة، وأخذناكم بجوانب عديدة وكثيرة. وبالنسبة لآخر موضوع تحدثنا عن سرطانات الدم، الله يشفي أكيد مرضى المسلمين، يبعد عنا هذه الأمراض، وأكيد مع تطور الطب كل شيء له أكيد إن شاء الله علاج بإذن الواحد الأحد. وموضوع تحدثنا عنه هو المخاطر الأجهزة الإلكترونية، للأسف هناك مخاطر عديدة وكثيرة، من ضمنها حتى صار قاعد نشوف مشاكل النظر كثرت للأسف بسبب الاستخدام
الاهتمام الكبير للتكنولوجيا، يعني مواضيع عديده وكثيره نتمنى انكم استمتعتوا فيها. دائما ما شاء الله مواضيع فيضحة تكون ان شاء الله مفيده لكم مشاهدينا. احنا كذي خلصنا حلقه اليوم، وان شاء الله نلتقي فيكم بكره. تحملوا بعمركم، خلوا الايجابيه دائما عنوانكم، والتفاؤل ان شاء الله يكون دائما معاكم. نلتقي فيكم بكره في نفس الموعد، الى اللقاء.